الله معكم أحبائنا. نسمع كثير ب أنتم هياكل روح القدس، وسمعناها عند القديس بولس. هيدا الشيء بحفزنا اليوم أنه نكون نحن أشخاص بعلاقة جيدة مع الله، لأنه نهار اللي نكتشف أنه نحن عن جد هيكل للروح القدس. وشو معناتها اليوم نحن نكون هيكل هذا الروح اللي أقام يسوع المسيح بين الأموات، اللي أعطى الحياة، اللي غير وجه الكون؟ شو معناتها اليوم انه نحن نكون هياكل لهذا الاله اللي حبه غير وجه الكون، هذا الاله اللي بذل ذاته من اجل البشريه لحتى نكون عندنا الحياه الابديه، لحتى نكون سعداء. اليوم احبائي انك تكون هيكل الروح القدس، انك تكون اليوم ابن الله، انك تكون بهالعلاقه المتينه، بهالاتحاد مع الله، انك تكون اليوم بعلاقه ما بتفك، بحب لمثيل له، انك اليوم تكون انت عم تحب الاخرين، انك عم تبذل ذاتك من اجل الاخرين، من اجل انه يكونوا هن كمان عم يحصلوا على الحياه الابديه، وانه يكونوا بمجد الله، عم بيعينوا الله، ويكونوا الكل بالكل مع المسيح. امين.